وينزل عامر زكي هيطلع ميدو ينزل عامر زكي وما شفناش في كل الدوره حد غير بيقول بيجري على طول على اللاين وبيسلم على البديل ولكل مدرب قراره طبعا الله يكون في عونه ومش ممكن ولازم الالتزام ولازم الالتزام من اللاعب تجاه مدربه ولازم الروح الطيبه تبقى موجوده هو نجم ما يقدرش يعمل كده في توتنهام ابدا بيتغير ويطلع وينزل واصبح نجم واصبح ليه سعر قوي جدا و هيطلع ميدو واعتقد ان نظر لا حضاري وميدو فقد حب الناس في هذه اللقطه وفقد الكثير فقد الكثير 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 ويبدو يجب ان يكون حاسس حتى اهدى ويحط ولا يبادله الكلام انما هنقول ايه طلع ميدو ونزل عمرو زكي في الدقيقه 33 مش ممكن يا جماعه ان بنلعب منتخب والمنتخب 23 لعيب وال 23 لعيب كلهم ممكن لعيب يلعب مكان لعيب انما النهارده ميدو ما كانش موفق لازم الراجل يتدخل في توقيت مظبوط وحسن شحاته تدخل في توقيت مظبوط وعمرو نزل ونتمنى لعمرو كل التوفيق ان شاء الله ادي اول كوره ليه عماد متعب تطول منه وتنزل على طول لمحمد عبد الوهاب يلمها محمد عبد الوهاب وتبقى بره الملعب رمي التماس من ديومانس رمي التماس وفي لعيب من الملعب من السنغال وقع على الارض ولغايه لما يقوم شوف حركه الدكه دي بتفقد المدرب تركيزه وبتفقد اللعيبه البدلاء تركيزها لان المدرب ما هو الا بشر في اللحظه بياخد قرار وفي لحظه بيفكر فالمفروض ان اللعيب يساعده لان المطلوب ان اللعيب حتى لو هو شايف ان هو كان الافضل ما هنري طلع كان هنري زعلان وكان شكله برده مبوق فيها انما مع يعني تصرفين من اثنين محترفين هنري لم الموقف اما يا رد علينا عمرو 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 يا ميدو وتغيير حسن 100% صح وتغيير حسن 100% صح وميدو طلع صوتنا ورجع لنا مره اخرى حيويتنا في الدقيقه 35 من كره مرفوعه من محمد عبد الوهاب لينقض عمرو لان كان في اكتر من كوره لو عمرو موجود كان ممكن ينقض انما الحمد لله الحمد لله في الدقيقه 35 ينقض عمرو زكي ويحرز هدف جميل جدا براسه من تمريره جميله من مين؟ من ابو تريكه شوف حضراتكم القوه والمهاره المهارة في أبو تريكة والقوة والمهارة في عمرو والتقط الأنفاس ويقول لهم أنا تغييري صح أنا تغييري صح وإحنا بنقول لك عندك حق وفي الدقيقة 36 عمرو زكي يحط هدف جميل جدا من ويبقى النتيجة 2-1 2 مصر 1 السنغال نركز بقى ونقدر نلعب زي ما احنا بنلعب ونسلم ونستلم وناخد بالنا من الهجمات اللي بتبقى فيها نوع من العشوائيه من السنغال